ولكن محل اتفاق عند العلماء أنه أن الحج والجهاد يكون مع كل إمام بر وفاجر إذا كان مسلما سواء كان فاسقا شاربا للخمر أو مشرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي، ما دمنا لا نكفره ورفع راية الجهاد فإننا نجاهد معه. قال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وذلك أن الله عز وجل جعل الجهاد ماضي إلى قيام الساعة. ما الدليل على مضيه؟ جاء في الصحيح من حديث معاوية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة يقاتلون في سبيل الله. جاء أيضا عند أبي عمر الداني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاء أيضا من حديث الرقاشي عن أنس بن مالك، وجاء من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام يقولون: لا جهاد، أولئك شرار الخلق يومئذ، فخير الجهاد يومئذ.